مساء الخير على حضراتكم وأهلا بكم. ما بين مؤيد ومعارض يستعد العالم أجمع لعودة الحياة تدريجيا، وهي بدأت بالفعل في عدة دول. وفي مصر تستعد لجنة الأزمات في اجتماعها القادم إن شاء الله عن الإعلان لعودة بعض الأنشطة، وده طبعا بعد التأكيد على التزام المواطنين بالتعايش مع فيروس كورونا. لكن الحقيقة بقى مع زيادة الأعداد مؤخرا بدأ الخوف والقلق يزداد جدا، والسؤال هو هل نحن بالفعل مهيئين ان احنا نعيش مع فيروس كورونا في الفترة القادمة ونفتح ونعيش الحياة مرة تانية؟ هل مفيش خطورة بعودة الحياة تدريجيا؟ بعض الصحف الحقيقة زي موقع مصراوي على سبيل المثال اهتم بنقل تحذيرات رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي من الاسبوعين القادمين، وقال انهم هيشهدوا ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا. وصحف تانية مثلا زي اليوم السابع قالت ان خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد وكمان الطيران هتكون الأسبوع القادم، وده حسب نتائج اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا. امبارح كمان عدد كبير جدا بدأ يتكلم عن زيادة الأعداد وقلة الأعداد، وهل ده مؤشر لطبعا خطورة في الفترة القادمة ولا هيكون في يعني إلى حد ما انتظام بقى ومفيش زيادة تانية في الأعداد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا دلوقتي عبر الهاتف رئيس تحرير مجلة آخر ساعة الكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. خليني أبدأ الأول من الإجراءات الاحترازية اللي موجودة داخل مؤسسة أخبار اليوم. كان في عدد من الزملاء مصابين، فطمنا الأول على أخبارهم، وهل من المفترض إن احنا نقول عدد المصابين ولا نقول إن الأكثر الحمد لله هم اللي محافظين على نفسهم ومفيش إصابات كبيرة؟ يعني الحمد لله حضرتك بتتكلمي على يعني أخبار اليوم فيها حوالي 5000 عامل وصحفي وإداري. في 11 مشتبه بالإصابة فيهم، وفي عندنا إجراءات احترازية واخدينها من بداية الجائحة. كل الناس اللي بيشتغلوا ملتزمين بالتباعد الآمن، ملتزمين بالكمامة، ملتزمين بغسل الإيد كل شوية، والحاجات دي متوفرة كلها بوفرة في الأماكن المخصصة ليها في أخبار اليوم. وجميع زميلاتنا ما بيجوش، جميع الزميلات اللي موجودين في المؤسسة وجميع الزملاء اللي يقدروا يشتغلوا أونلاين. وحضرتك عارفة أن كل الصحف دلوقتي ممكن بتشتغل أونلاين يعني، صحيح. فبقت المسألة أكثر سهولة يعني. فاحنا واخدين الاجراءات الاحترازيه في بوابات تطهير وتعقيم موجوده في الثلاث مباني الرئيسيه، بالاضافه الى مبنى 6 اكتوبر بتاع المطابع، الزملاء في المطابع. في اجراءات بتتم في مشرفين الامن الصناعي بيمروا بصفه دوريه على جميع المكاتب، والاداره الطبيه قايمه بواجبها على اكمل وجه 24 ساعة في اتصال مباشر، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للصحافة. طيب، فبالنسبة للإجراءات اللي احنا واخدينها الحمد لله وربنا الحافظ في الآخر يا رب طبعا، لكن احنا بنعمل اللي علينا أكيد. وأنا بس خليني يعني أتمنى الشفاء وندعو لزميلاتك وزميلك اللي اصيبوا وان شاء الله يرجعوا بقى. يا رب يا رب. طيب، عايزه اتكلم على الطفره الكبيره اللي حصلت في الاعداد المصابه في الفتره الاخيره. البعض رجع ان ده ممكن يكون نتيجه لطبعا العزومات اللي كانت في شهر رمضان والتزاحم على كحك العيد والملابس، وكمان كان في عزومات في العيد. هل حضرتك يعني مما رصدته في الصحافه ومما رصدته في الاعلام، هل بالفعل السبب الاساسي في زياده الاعداد في الفتره دي هو اللي حصل ده، ان احنا يعني كان في تزاحم، كان في يعني برضو عزومات، هل ده سبب اساسي؟ شوفي حضرتك، لو حسبناها بورقه وقلم، الاسبوع بتاع العيد كان هو الاكثر تشددا في الحظر. كان جميع المرافق قافله، المحلات مش موجوده، المتنزهات مش موجوده، ساعات الحظر 13 ساعة، وده أكبر عدد ساعات منذ بداية الحظر. بس في ناس سافرت البلد. وصلنا لكام يا فندم؟ وصلنا ل 1500. اها. ده نتيجة إيه؟ نتيجة إيه؟ نتيجة عدم الالتزام. لا نتيجة بقى تزاحم ولا نتيجة
اصل الدوله مش واخده اجراءات، اصل في نتيجه عدم التزام الناس نفسها. يعني الناس اللي كانوا بيقولوا طب احنا عايزين حظر، هو في حظر كان اكتر من الاسبوع بتاع العيد؟ ما كانش في حظر اكتر من كده. طيب يبقى الاعداد زادت، الاعداد زادت ايه السبب؟ انه الاشخاص نفسهم غير ملتزمين ومستهترين، وهذا الاستهتار بتبقى عامله زي المتواليه الهندسيه، حضرتك واحد بيجيب اثنين لاثنين اربعه لاربعه 16، دي مساله خطر جدا. احنا امام ظرف استثنائي، لابد ان احنا ناخد اجراءات استثنائيه، والاجراءات الاستثنائيه كلها في المصلحه وكلها اجراءات سهله وبسيطه. يعني ايه واحد مش عايز يخطف ايده كل شويه؟ يعني ايه واحد مش عايز يحط كمامه على بقه عشان ما يتعديش؟ يعني ايه؟ طب اقول لك حاجه يا استاذ محمد، يعني يقال ان السبب الاساسي الاجازات اللي اتخذت قبل العيد، والناس اللي سافرت لزياره اسرها في عدد كبير طبعا من المحافظات الاخرى، وخاصه في المطابع عندكم ده حصل، وده كان سبب كبير قوي في الاصابات وطبعا العدوى. هقول لحضرتك هو في الاخر، هل كان في يعني بدايه رمضان؟ بدايه رمضان كانت العزومات اكتر من العيد. على فكره الناس اللي سافروا في العيد. الناس كلها، معظم الناس واخده اجازات. يعني معظم الناس واخده اجازات. فالقضيه كلها في الاستهتار. لما المده طالت الناس استمرقوا، قالوا لا ما احنا مش هيجرى لنا حاجه. خليني بس اقول لك جمله صحيح صحيح دلوقتي. يعني دلوقتي على الفيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعي بيبصوا على المظاهرات اللي في امريكا. الله، طب ما هم في امريكا هم نزلوا مظاهرات وفي التصاق بينهم وبين بعض ومحدش لابس كمامه. يبقى دي مساله اشاعه وبتاع. وده اللي بيردده الجماعات الارهابيه، ان هم بيتصيدوا اي وقت علشان يقللوا الاجراءات الاحترازيه الشخصيه علشان يزودوا العدد. فلازم الناس تنتبه انتباه شديد جدا. صحيح. انه مش معنى ان انا بشوف صوره وناس انا مش دعوه، احنا مالناش دعوه، كل دوله لها خصوصياتها. الناس كلها، هو احنا كلنا دلوقتي عايزين ايه؟ كلنا صغيرين وكبار عايزين ما يبقاش في حظر. الاولاد عايزين يروحوا المدارس، احنا عايزين ننزل شغلنا ال 24 ساعه، اللي عايز يروح سينما عايز يروح سينما، اللي عايز يقعد على كافيه عايز يقعد على كافيه. فكل الناس عايزه ترجع تاني بس بامان. ما هم عايزين يرجعوا بس يحسوا بامان، لكن لو طبعا لو حسوا ان ما فيش امان في المكان لا اكيد يعني مش هيرجعوا. لا لا، انا اقصد يعني اقصد ان انا كلنا عندنا رغبه الى العوده، لكن العوده دي بايد مين؟ هل بايد الحكومه؟ لا بايد الاشخاص نفسهم. طبعا انت عايز ترجع لابد ان تكون ملتزما التزاما صارما مع نفسك ومع اهل بيتك. لو كل واحد عمل ده ثق تماما انه الاعداد هتقل جدا. المساله صحيح. بسيطه بسيطه جدا. يعني الدوله عملت اللي عليها، 100 مليار تم ضخهم، المستشفيات موجوده ومستوعبه الناس وعندها استعداد تستوعب اكتر، المناطق العزل متوفره، ولادنا وابنائنا اللي موجودين في الخارج اي حد عايز يرجع يرجع. طب ايه تاني بقى الدوله ممكن تعمله؟ ما هو التقصير اللي الدوله عملته فزادت الاعداد؟ مفيش. يبقى هو المحور الرئيسي في زياده الاعداد او قله الاعداد او اختفاء الاعداد المصابه هو الشخص نفسه. بس يا استاذ محمد، يوم الاحد اللي فات تحديدا كان في زياده اعداد غير عاديه، وكان في اقبال على المستشفيات لدرجه انك كنت تسال تلاقي عدد كبير جدا من الناس موجوده ومش لاقيين اماكن، وكان في حاله من الزعر والخوف والقلق. ده مش يخلينا نبقى قلقانين من عوده الحياه بصوره طبيعيه مره ثانيه؟ يعني مش نستنى شويه ولا شايف حضرتك ايه؟ بص يا هنم، احنا خلينا نتكلم كلام عملي. نتكلم كلام عملي. ايه هو الكلام العملي؟ هل مصر تستحمل يوم حظر كامل بلا عمل؟ ما نستحملش ده. ما نستحملش. احنا دولة لازم نشتغل علشان يبقى عندنا دخل عشان نقدر ناكل. الاحتياطي بتاعنا موجود وآمن وكل حاجة، بس لحد امتى؟ يعني هذا الاحتياطي لابد ان نأمن هذا الاحتياطي، نأمنه بالشغل، نأمنه بان احنا نبقى حريصين على ان عودة الحياة تعود عودة صحية. ولسه بقول لحضرتك، هل الحظر فيه اكتر من حظر 13 ساعه حظر؟
في اكتر من ان انا كنت قافل كل الاماكن اللي فيها ممكن ناس تتجمع. كل المصالح الحكوميه مقفوله، ورغم ده زاد الاعداد 1500. يبقى ده ايه؟ سلوك شخصي، مش مساله ان انا ارجع او ما ارجعش. اللي هيبقى مستهتر هيستهتر في بيته وهيصاب، اللي هيستهتر هيستهتر في شغله وبرده هيصاب. على أي حال النقطة الإيجابية الحقيقة اللي بنشوفها دلوقتي إن عدد كبير جدا ملتزم والحقيقة بيرتدي الكمامة، وإن كانت فعلا الكمامة هي اللي ممكن تحجب وتقلل الأعداد، فأعتقد إن إحنا كده مقبلين على صورة إيجابية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله صورة إيجابية، بس لازم لازم كل شخص يلتزم ويبقى عنده فيه صرامة في الالتزام، هو وأهل بيته، هو وكل المحيطين بيه. يعني هو دخل محل مثلا ولقى ناس مش لابسين الكمامة يخرج، صح، خلاص هو مش هيقدر يلزم انها اخرج، فهتخلي صاحب المحل اللي عايز يبيع مش هيدخل حد علشان يكسب، علشان كل الناس يبقى ملتزمين. انا ابني راح محل يشتري اكل، دخل لقى اللي واقفين مش لابسين كمامات خرج. لو كل واحد عمل كده ثقي تماما حضرتك انه هيبقى فيه انخفاض في عدد الحالات، وزيادة عدد الحالات الناس لازم برضو تاخد بالها، ده هيحمل الدولة عبء مادي كبير جدا. احنا مش في حاجة لده، يعني بدل ما نبص ان احنا نوفر فلوس عشان نعمل مشروعات عشان المستقبل، ناخد فلوس عشان احنا مستهترين ليه؟ يعني عدم الالتزام ليه؟ واحد يقول لي هو مش عايز يلبس كمامه ليه؟ مش عايز يغسل ايده ليه؟ مش عايز يبقى في بينه وبين المسافه امنه الشخص الثاني؟ صح. ليه؟ يعني السؤال لماذا؟ الاستهتار. صح. يعني هو كسبان ايه؟ هو خسران، الدوله خسرانه، ابوه وامه خسرانين، ولاده خسرانين، الدوله اللي احنا عايشين في خيرها وظلها دي خسرانه. يعني ان يلتزم الجميع. أتمنى إن شاء الله القدم أفضل. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة على هذه الإيضاحات. وعلى أي حال الصورة الإيجابية فعلا والمؤشر الإيجابي إن هو الناس بدأت فعلا ترتدي الكمامات، الإيجابي الآخر إن الصيدليات بدأت فعلا توفر الكمامات الطبية، فرجاء مش أي كمامة تستخدمها وتقول أنا كده في أمان، لا لازم تكون الكمامة دي زي المواصفات اللي بتقولها وزارة الصحة وأيضا وزارة التجارة والصناعة، لأنها بتوفر أيضا كمامة لها مواصفات خاصة تستطيع استخدامها وتكون آمن وغيرك آمن. فاصل ونعود لحضراتكم. أهلا بكم من جديد. عودة الحياة تتسارع بصورة شديدة جدا في أوروبا، وده طبعا بعد أشهر طويلة من العزل بسبب فيروس كورونا. بريطانيا فتحت المدارس وخففت إجراءات العزل العام، أما فرنسا فعادت فيها الحياة مرة تانية لتكون شبه طبيعية، وده طبعا بحسب تصريح رئيس الوزراء الفرنسي واللي نقلته جريدة الشرق الأوسط، واللي أكدت كمان أن تم وضع ضوابط صحية صارمة جدا، وده نفس تقريبا اللي اتقال في إيطاليا بعد ما سجلت في الأسابيع اللي ماضية أعلى معدلات إصابة وكمان وفيات في أوروبا كلها. خلونا نعرف إيه اللي بيحصل في إيطاليا دلوقتي. معانا من روما الكاتب الصحفي محمد يوسف. يا أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور عليك على السادة المشاهدين. عودة الحياة تدريجيا إلى إيطاليا، يعني كلمنا عن الالتزامات هناك الموجودة بالتعليمات الصحية، الأعداد، أعداد الإصابات، هل فعلا قلت أعداد الإصابات؟ هل فعلا قلت أعداد الوفيات؟ الحياة في إيطاليا الآن كيف تكون؟ الحياة في إيطاليا الحمد لله يعني عادت شبه 90% على ما كانت عليه قبل حوالي 3 أشهر. الناس بدأوا الخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات وإلى الأسواق، طبعا تحت إجراءات احترازية من ارتداء الكمامات والقفازات اللي هي الجوانتيات، بالتالي على اساس ما يحصلش عمليه اعاده انتشار للعدوى مره اخرى. عدد الوفيات بقى اقل دلوقتي من 70 حاله، بالتالي رجعنا الى معدل وفيات يكاد يكون عادي بيحصل في اي دوله، وفيات سنويه.
وبالنسبة للحياة بدأت الناس تعود إلى عملها، وبدأ الناس يعودون إلى حياتهم تحت هذه الإجراءات الاحترازية. تم فتح الحدود بين المحافظات والأقاليم وبعضها في إيطاليا، وبالتالي بدأت حركة القطارات والمطارات بدأ فتحها من جديد. إنما بالنسبة للوضع في إيطاليا والناس بدأت تمارس حياتها عادي. هنتكلم على الوضع في بين إيطاليا وأوروبا. إيطاليا وأوروبا هناك مشكلات، كل دول أوروبية فتحت حدودها ما عدا دولتين بالنسبة لإيطاليا، هي النمسا واليونان، مش عايزين يفتحوا حدودهم مع إيطاليا تحسبا أو تخوفا من انتشار العدوى عن طريق إيطاليا، كأن كورونا لا يوجد غير في إيطاليا. طبعا إجراءات غير مقبولة غير مفهومة من حكومة اليونان ومن حكومة النمسا، ما دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي امبارح يعني يخرج ويحتج على ما حدث ويقول كلام غير مبرر. مش معنى إن إحنا دولة قمنا بعمل شفافية على مستوى عالي جدا يشهد لها العالم، قمنا بإعلان كل البيانات صريحة وظاهرة للعيان وللجميع، لم نخفي شيء، وبالتالي بنقابل بإن إحنا بنعامل كأننا مستعمرة جزام، وده كلام غير مقبول. وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قال نفس الكلام، وإن الكلام ده من 3 أيام، قال إن الاتحاد الأوروبي بناء على هذه الإجراءات مهدد إنه يحصل له عملية تفكك، لأن من القواعد الأساسية للاتحاد الأوروبي حرية انتقال المواطنين بين الدول بدون أي عائق وبدون أي شروط مسبقة. طبعا لويجي دي مايو هو وزير الخارجيه الايطالي تحاشى ان هو يرد على اليونان او النمسا ويقول احنا هنعمل المعامله بالمثل، لان المعامله بالمثل معناها ان هو بيصعد وتيره الرد ووتيره الاحداث لتصل الى عمليه تناحر بدل من تفاهم واجراء تفاهمات مع الحكومات المقابله ليه. وهناك زياره ستتم له مع حكومة اليونان ومع النمسا ومع ألمانيا لتوضيح انسياب السياحة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي. إيطاليا خسرت في مجال السياحة أكثر من 50 مليار يورو خلال الفترة السابقة. إيطاليا دولة بتستقبل سنويا 40 مليون سائح. 40 مليون سائح ما شفناش منهم حتى 10,000 في الشهرين الماضيين، بالتالي قطاع السياحه في ايطاليا انضر بشكل مباشر جدا. طبعا الحكومه الايطاليه بيتم توجيه الشكر ليها والسلام نعم. عليها ان قامت بعمل اجراءات احترازيه وتوقيع عقوبات على كل من لا يحترم الاجراءات الاحترازيه، توقيع عقوبه 2000 يورو وبيعرض الى جريمه بتعتبر في حق المجتمع والسجن 6 شهور إلى سنة إذا لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية. نعم بشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات، الكاتب الصحفي محمد يوسف متحدثا إلينا من روما عن الأوضاع في إيطاليا التي بدأت تتحول من أوضاع صحية إلى أوضاع سياسية نتيجة لرفض بعض الدول أن يكون هناك سماح للسفر من إيطاليا إلى أراضيها. طيب هنروح دلوقتي إلى إسبانيا، لأن الاتحاد من أجل المتوسط بيستعد بالفعل هذه الأيام للاحتفال بذكرى مرور 25 عام على عملية برشلونة، 25 عام على التعاون الأورو متوسطي اللي تم بمشاركة 15 من دول جنوب المتوسط، واللي بتعد مبادرة طموحة جدا وفريدة من نوعها، هدفها الأساسي هو تحقيق السلام والاستقرار بين دول حوض البحر المتوسط. وبطبيعة الحال مصر لها دور مهم جدا في الاتحاد كونها عضو مشارك، وتستعد كمان لاستضافة الاجتماع القادم للاتحاد إن شاء الله في ديسمبر القادم. طب خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا دلوقتي من إسبانيا عبر سكايب السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط. معالي السفير مساء الخير. أهلا بيك يا أستاذ.
اهلا بحضرتك. خلينا نبدا من الاجتماع القادم ان شاء الله المقرر ان تستضيفه القاهره في ديسمبر القادم ان شاء الله. كلمنا على الاستعداد لهذا الاجتماع واهم النقاط اللي المفترض ان يتناولها هذا الاجتماع المهم. هو الاجتماع القادم هو اجتماع وزراء البيئه دول الاتحاد المجال المتوسط اللي هيناقش طبعا القضيتين الرئيسيتين على أجندة الاتحاد فيما يتصل بهذا الملف، وقضية طبعا تغير المناخ وقضية البيئة من منظور أشمل، اللي هو من منظور البيئة النظيفة، من منظور البحر، التنوع البيولوجي وما إلى آخره. طيب معالي السفير، هل من المتوقع ان كل الدول تكون حريصه على حضور هذا الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائيه الحاليه اللي طبعا ما حدش يعرف هتنتهي امتى؟ شوفي، احنا تقديرنا يعني وان شاء الله يتحقق هذا التقدير انه بحلول شهر ديسمبر الامور ستكون عادت الى ما نسميه الوضع الطبيعي الجديد زي ما بنسميه، بمعنى انه امكانيه عقد لقاءات ما بين الدول الاعضاء، امكانيه التنقل ما بين دول الاتحاد من اجل المتوسط وما الى اخره هتكون متوفره. طبعا هناك احتمال، والبعض يتحدث عن موجه ثانيه لجانحه الكورونا في سبتمبر، ولكن يعني معظم التقديرات، وبعدين مصر يعني رغم طبعا تأثر بهذه الجائحة، ولكن نسبة هذه التأثر محدودة حتى هذه اللحظة، والمناطق التي يمكن أن يتم هذا الاجتماع ستكون من أكثر مناطق مصر أمانا وأمنا من الناحية الصحية والبيئية إن شاء الله. يبقى أكيد شرم الشيخ. يعني لسه يعني بصراحة شديدة لم يتقرر بعد أين ستعقد، لكن مصر فيها عدد من الأماكن، أسوان، شرم الشيخ، الغردقة، وإن شاء الله القاهرة كمان تكون جاهزة لاستقبال ضيوفها في هذا الشهر بإذن الله. إن شاء الله. طيب سيادة السفير، ونحن بنحتفل باليوم العالمي للبيئة، هل الحظر اللي كان موجود في كل دول العالم في الفترة الماضية هل لعب دور إيجابي تجاه البيئة؟ هقول لحضرتك حاجة، طبعا بالتأكيد إنه 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 تباطؤ حجم النشاط الاقتصادي وما يرتبط به من انخفاض في كم الملوثات سواء ثاني اكسيد الكربون او غيرها كان له تاثير طبعا يعني جيد على البيئه، ولكن هذا ليس هو الحل، لانه لا نستطيع ان نرهن البيئه بتوقف النشاط الاقتصادي. ومن ثم احنا بنشتغل على فكره رئيسيه ومهمه جدا، وهي انه عمليه التعافي اللي احنا هندخل فيها كلنا، كل دول العالم وبالضروره طبعا دول الاتحاد المتوسط، من اثار كورونا على الصعيد الاقتصادي يجب ان تكون عمليه متسقه مع اهدافنا في مجال البيئه، يعني ان تستند على صفة الاستدامة، أن تكون غير ملوثة للبيئة، أن تشمل استثمارات، وهنا بتكلم بس مش بس على استثمارات للدول والحكومات، ولكن استثمارات خاصة في مشروعات ذات عائد بيئي وعائد اقتصادي جيد. فالرهان أنه هذه التجربة الصعبة اللي عشناها كمجتمع بشري في شهرين ثلاثة اللي فاتوا، ويمكن بعدد من الشهور أمامنا، تجعلنا نعي أهمية الاستثمار الاقتصادي في البيئة. صحيح. خصوصا أن البيئة النهاردة أثبتت أنها قطاع مدر للدخل، ذو ربحية وكثيف العمالة، يعني مثلا الطاقة الشمسية، ومصر عندها مشروع رائد على المستوى الدولي في هذا المجال، هو مشروع له عائد اقتصادي واضح محفز للنمو، وإلى من ناحية أخرى يخلق آلاف من الوظائف للمصريين، والأمر ينطبق على الكثير من المشروعات الأخرى. وبالتالي صعب نقول إن الكورونا أفادت البيئة، لكن الكورونا نبهتنا إنه ممكن ننظر لعملية اقتصادية غير ملوثة في المستقبل إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب على ذكر البيئة برضو في تقرير علمي سمعنا عنه عن تأثير تغير المناخ في منطقة البحر المتوسط، بيعدوا برضو مجموعة من خبراء البحر المتوسط، وصل لفين لغاية دلوقتي وأبرز النتائج منه؟ هو التقرير ده إحنا في الاتحاد البحري المتوسط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة اللي تبنيناه منذ عامين تقريبا، وبيجمع 85 عالم وعالمة من دول الاتحاد البحري المتوسط وعدد منهم مصريين لدراسة آثار ظاهرة التغير المناخي على منطقة المتوسط. التقرير انتهى والدراسة تم إجراءها بالفعل، وإحنا في مرحلة مراجعتها، ويعني للأسف أو لحسن الحظ بقى حسب ما يرى المشاهد، التقرير أو الدراسة تخرج ببعض المؤشرات المقلقة. أنا لازم أقول لأنه منطقة المتوسط ثبت علميا بمراجع لا يدع أي مجال للشك أنها من أكثر مناطق العالم تأثرا بظاهرة التغير المناخي. وعندي أمثلة كتير لو وقت حضرتك. اتفضل. طبعا اتفضل. يعني مثلا من ضمن الخلاصات هذه الدراسة أنه ظاهرة الاحتباس الحراري في المتوسط تسير بمعدل 20% أكثر من باقي أنحاء العالم. أنه مواردنا من المياه العذبة، وهنا أنا مش بتكلم على مصر، أنا بتكلم على المنطقة كلها بما في ذلك أوروبا، اللي هي محدودة بطبيعة الحال حوالين المتوسط ولا تمثل أكثر من 8% من احتياطات العالم من المياه العذبة، مرشحة بأنها تتراجع أو تنحسر بنسبة من 20 لـ25%. 10 مدن من 20 مدينة الأكثر تأثرا بظاهرة التغير المناخي مدن متوسطية. توقعات بارتفاع درجات الحرارة في 20 سنة اللي جاية من 3 درجات إلى يمكن 4.5 درجات. كل ده طبعا بيفترض، وهنا لازم أحط هذه النقطة لأنها مهمة، بيفترض إن حكوماتنا ودولنا ما اتخذتش الإجراءات الكفيلة للتعاطي مع هذه الظاهرة، وما طبقتش البرامج اللي هي بالفعل ملتزمة بتطبيقها، ومصر مثال جيد على هذا، اتصالا مثلا باستثماراتها الضخمة في مجال البيئة الجديدة والمتجددة. ومن هذا المنظور الدراسة بتفترض عدم اتخاذ إجراءات، ولكن من حسن الحظ العديد من دول المنطقة ماشية في الاتجاه السليم من اتخاذ إجراءات تؤدي إلى انخفاض الانبعاثات المؤدية إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. يعني بدأ وضع حلول للمشاكل دي عشان ما تتسابش كده فترة طويلة. لا، الحلول موجودة، لأنه طبعا يعني منذ قمة باريس للأرض أو للمناخ، وهناك عدد من الالتزامات اللي دول العالم خدت على عاتقها تنفيذها. وبصراحة مصر، بس ليس فقط مصر، يجب أن نكون هنا يعني عدد، وإن لم يكن كل دول الاتحاد المتوسط كانت في مقدمة الدول التي أعلنت التزامها بمقررات هذه القمة واللي بدأت. والسياسة المصرية مثلا في مجال إنتاج الطاقة معروفة ومعلنة إنه الهدف هو الوصول لأكثر من 25 بل و30% من الطاقة في مصر من مصادر جديدة ومتجددة. ده كمان لا ننسى أن مصر بوضعيتها الحالية لا تعتبر من الدول الأكثر إنتاجا لثاني أكسيد الكربون، ومن ثم فإحنا كدولة ملتزمين. المطلوب هو أن يكون هذا التزام جماعي وشامل، وأن لا يتهرب أحد من مسؤولياته أمام هذه الظاهرة التي تؤثر على صحة المواطن، التي تؤثر على التنوع البيولوجي، اللي قد يكون لها ارتباط كمان بانتشار الأوبئة زي الوباء الذي نعاني منه حاليا. طيب معالي السفير، تأثير بقى جائحة كورونا على منطقة المتوسط، وهل بالفعل هيبقى في تعاون ما بين الدول علشان الآثار الجانبية الاقتصادية تحديدا يتم يعني السيطرة عليها؟ أقول لحضرتك حاجة، في درس مهم قوي خرج به العالم في التعامل مع هذا الوباء. أولا ما يسمى بسلاسل الإمداد العالمية، اللي هي اعتماد الصناعات في العديد من الدول على مدخلات جاية من على بعد 7000 و8000 و10000 كيلومتر. الوباء أظهر صعوبة استمرار هذا النمط كنمط وحيد، أنا ما بقولش اختفائه
لكن كنمط وحيد، واثبت انه من المهم ان يكون لكل منطقه او اقليم قدر من الاكتفاء الذاتي، ها، وما يبقاش معتمد على الاستيراد مدخلاته او منتجاته من مناطق جغرافيه بعيده. ومن ثم انا تقديري انه السنين القادمه هتشهد اندماج وتكامل اقتصادي اكبر ما بين شمال المتوسط وهو الاتحاد الاوروبي بمعنى اصح، وجنوب المتوسط اللي هي دولنا زي مصر والاردن والمغرب وتونس وغيرها. ومن هنا انا عندي امل انه جزء كبير من الاستثمارات الاوروبيه في المرحله القادمه في المجال الصناعي والمجالات الاخرى هيتم توجيهه للمناطق الاقرب جغرافيا، وبالتالي جنوب المتوسط او شرق اوروبا، وليس بعيدا عن هاتين المنطقتين، وده في حد ذاته قد يكون نتيجه ايجابيه. الحاجه الثانيه طبعا اذا لم يتم تقديم مساعدات ودعم بين الدول، سواء بين دول الاتحاد الاوروبي بينها وبين فيما بينها، شفنا انه الاتحاد الاوروبي في بروكسل بيقرر حزم تمويليه هائله عشان الدول تتعامل مع الازمه الاقتصاديه، وفي كمان حزم اقتصاديه بصدد اعدادها لدعم دول جنوب المتوسط، لكن حتى هذه اللحظه وبكل امانه وصراحه ليست بالحجم الذي اتمناه او اتوقعه. نعم. معالي السفير، هل من الممكن أن تبقى معنا لدقائق معدودة؟ لأن معنا مؤتمر صحفي عاجل لوزير العدل الأمريكي، ونعود نكمل مع حضرتك بعد إذن حضرتك معالي السفير ناصر كامل. معارضين عنيفين يختطفون الاحتجاجات لتحقيق أجنداتهم العنيفة والمنفصلة. هناك أدلة على أن هناك مجموعات متشددة أخرى ولاعبين من منظومات سياسية مختلفة كانوا منخرطين في التحريض على والمشاركة في أنشطة عنيفة، ونحن أيضا نرى لاعبين عنيفين يلعبون ويستغلون الطرفين لمفاقمة العنف. وزارة العدل تعمل على استعادة النظام في مدينة واشنطن وفي المناطق المحيطة، وهنا في واشنطن نعمل مع الشرطة المحلية ومع الجنود المواطنين في الحرس الوطني ومع الوكالات الفيدرالية الأخرى لتوفير السلامة والعدل، وقمنا بنشر كل مكونات إنفاذ القانون التابعة للوزارة في هذه المهمة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة مكافحة المخدرات والكحول والأسلحة، والقادة موجودون معي اليوم وسيتحدثون. أنا أشكر كل هؤلاء القادة ومكوناتهم للعمل بشجاعة وبمهنية لحماية مدينة واشنطن، وأنا سعيدا أقول خاصة في الليلتين الماضيتين المظاهرات كانت سلمية إلى حد كبير. وزارة العدل أيضا تعمل عن قرب مع الشركاء الولائيين والمحليين للتطرق لأعمال الشغب في البلاد، وتركيزنا على المحرضين العنيفين. ومن خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب وكلاء النيابة أو المدعين العموميين نحصل على معلومات استخباراتية وننشر الموارد لقمع أعمال العنف في أماكن مختلفة. وأنا أحث الحكام والعمد وقادة الولايات، أحثهم على العمل عن قرب مع الحرس الوطني ومعنا. الحكومة الفيدرالية حتى الآن قامت باعتقال 151 ضمن الأعمال العنيفة، ومستمرون في التحقيق واعتقال ومقاضاة من يستحق ذلك. عندما كنت وزيرا للعدل، أو عندما كنت
مدعي عام في 95 كان هناك أعمال شغب في لوس أنجلوس وضابط شرطة اتهم بضرب رودني كينج وفي نهاية المطاف وزارة العدل وبناء على تعليمات قامت بتوجيه اتهامات ضد الضباط المتورطين وكما أكد الرئيس بوش للبلاد في ذلك الوقت وأنا أقتبس العنف سينتهي والعدالة سوف تتحقق نفس الشيء ينطبق على هذا اليوم سيادة القانون ستسود شكرا الآن أود أن أقدم زميلي كريس ري مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية وعلي أن أقول أنه كان يسرني أن أعمل مع مكتب التحقيقات في الأيام الماضية وهذا هو الإف بي آي الذي أحبه لقد وقف هنا وقام بأداء رائع ليس هنا في واشنطن وإنما في البلاد وفي كل مكاتب مكتب التحقيقات الفيدرالي هناك وظيفة خاصة بإنفاذ القانون ووظيفة خاصة بجمع الاستخبارات وهم يعملون إلى أقصى درجة أنا واثق بقيادة الـ FBI وأنهم سيتعاملون بفعالية مع المجرمين المتورطين في أعمال العنف المتشددة كريس Thank you, General, for your leadership. شكرا جنرال لريادتك صباح الخير طبعا أوقات عصيبة لبلادنا ولكل المواطنين الذين نخدمهم بداية أعرب عن عميق أسى لجورج فلويد وأسرته وعميق التعازي لقد صعقت وأصبت بالانزعاج الشديد بشريط الفيديو والتي شاهدنا فيه مقتل السيد فلويد وبعد ساعات فقط فتحت الـ FBI مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في أداء الضباط الشرطة في مديرية الشرطة في تلك المنطقة في مينيابوليس وإذا ما خرقوا القانون الفيدرالي سنتبع كل الحقائق في سعينا إلى تحقيق العدالة أسرة السيد فلويد ومثل الكثير من العائلات التي خسرت أحبائهم هم يعانون اليوم ويشقون الطريق إلى الأمام وبلادنا تحاول شق الطريق إلى الأمام ليست فقط مسألة ما حدث لجورج فلويد ولكن أيضا من هم شاهدوا حقوقهم تخرق من أشخاص تم الوثوق بهم لحمايتهم عندما تفشل أجهزة تنفيذ القانون بأدائها لهذه المهمات الأساسية بحماية المدنيين وأعضاء في المجموعات الأقليات فهذا يكون وصمة عار على الشارة التي نرسمها ويقود الثقة التي نعمل جاهدين لبنائها نحن نفهم بأنهم يريدون أن يحتجوا ويعربوا عن سخطهم ونحن نثمن حق الناس بممارسة حقهم بموجب التعديل الأول للتعبير عن حرياتهم وهي إشارة للديمقراطية السليمة مهمة الـ FBI هي حماية الشعب الأمريكي واحترام الدستور وهي مهمة لا تتناقض وإذ ننخرط مع المجتمعات في خلال هذه الاحتجاجات علينا أن نوازن بين الأمن والاستقرار للمجتمع مع حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم المدنية لا يجب أن يكون الشيء على حساب الآخر إن العنف خلال الأيام القليلة الماضية أدى إلى الكثير من الدمار وأرواح أزهقت وعرض للخطر سلامة الجميع وحتى المحتجين نرى وهذا يجب أن يتوقف نرى من هم حاولوا أن يحققوا فوضويين مثل أنتيفا ومجموعات أخرى من المحرضين تعبث فسادا وتحاول شق الصف عوضا عن الانضمام إلى السعي لتحقيق العدالة والمساواة ويقول
تقود العمل الملح لكل من يعمل لتوحيد الصف، القادة المنتخبين السياسيين والقادة الروحيين والقادة في الشرطة وأجهزة تنفيذ القانون والجميع. لقد عانى الجميع من الراديكاليين والمتشددين، ولا سيما أيضا أسر ذوي ضباط الشرطة الذين قضوا في تأدية واجباتهم لحماية الشعب. لنكون واضحين، لا أبدا نعمل على منع هذه الاحتجاجات. نشجع على توصيل الصوت عبر الاحتجاجات السلمية. نحن في أجهزة تنفيذ القوانين نسمعكم ونصغي إليكم ونقوم بهذه التحقيقات بمهنية وبالتزام من أجل تحقيق العدالة والإنصاف الذي تستحقونه. وأيضا نحن نعمل على التحقيق في كل من انخرطوا بأعمال إجرامية وحرضوا على العنف. في مكتب التحقيقات الفيدرالية نركز جهودنا على مساندة. أهلا بكم من جديد مرة أخرى. أرحب بالسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط. معالي السفير، كنا بنتحدث عن تأثير الأزمة الاقتصادية على الشعوب العالم وخاصة الشعوب الدول حوض البحر المتوسط أو الاتحاد من أجل المتوسط بصفة خاصة. كيف هي تأثير هذه الأزمة؟ رصدتوها إزاي؟ وهل من الممكن أن تتعاون الدول الخاصة بالاتحاد من أجل المتوسط لتلافي الآثار السلبية؟ أولا طبعا التأثير، الأزمة أثرت على الجميع وأثرت على الجميع بشكل سلبي نتيجة نقاش. وطبعا حوض البحر الأبيض المتوسط كما تعلمين جيدا يلعب قطاع السياحة فيه دور كبير وهام، يصل في بعض الأحيان لأكثر من 15% من الناتج القومي الإجمالي لعدد من الدول زي إسبانيا وإيطاليا وأيضا مصر وتونس والمغرب. ولكن تأثير الأزمة اقتصاديا على الدول تفاوت من دولة إلى أخرى، وده بيعود إلى طبيعة النشاط الاقتصادي في كل دولة والإجراءات التي اتخذتها كل دولة للتعامل مع المشكلة. ومن هنا مثلا نرى دولة كمصر استطاعت أن تحافظ على درجة معقولة من النمو الاقتصادي رغم الأزمة التي نعيشها، بينما دول أخرى شهدت اقتصادياتها انكماش وصل في بعض الأحيان ل 10% من الناتج القومي الإجمالي. ده بيدعونا أن نتكاتف أولا من خلال أن يقدم الشمال دعم وأن يوجه استثماراته زي ما قلت في مداخلتي سابقا، أنه هذا يحقق عدد من الأهداف للجميع، لأنه الأزمة كشفت انه العولمه كما نعرفها لها حدود، وانه الاعتماد على الامداد من مناطق بعيده جغرافيا صعب ان يكون هو الوسيله الوحيده والمثلى. من ناحيه ثانيه ان برامج التحفيز الاقتصادي اللي هتعتمدها دول العالم بالذات في الشمال يجب ان تشمل الجنوب مش كنوع من المنحه والهبه، لانه احنا من ناحيه اسواق لهذه الدول، من ناحيه اخرى وجود نمو متوازن بين ضفتي المتوسط يعود بالنفع على كافه المواطنين ويؤدي الى تحفيز الاقتصاد النشاط الاقتصادي على ضفتي البحر الابيض. طيب في عجله سريعه معالي السفير، الاحتفال بقى بمرور 25 عام على عمليه برشلونه هيكون ازاي؟ طبعا عمليه برشلونه زي ما انت سيادتك عارفه تماما اطلقت في برشلونه من 25 سنه بالضبط، يوم 26 نوفمبر 1995، وهي في حد ذاتها كانت فكره ومشروع وحلم، هو انه المتوسط يجمعنا ولا يفرقنا، ان المتوسط يجب ان يكون بحيره امن واستقرار ونمو. الواقع طبعا متباين، لانه طبعا شهدت هذه المنطقه تعاون من ناحيه وشهدت صراعات ونزاعات من ناحيه اخرى. ما نسعى اليه في 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 في, في احياء او في الاحتفال بذكرى انشاء هذه المنظومه اللي ادت طبعا
إلى إنشاء الاتحاد من غير متوسط هو التأكيد على الإيجابيات، بمعنى واحد تعزيز التكامل الاقتصادي، اثنين البيئة زي ما اتكلمنا في بداية الحديث، ثلاثة زيادة حجم التجارة البينية بين دولنا، كل هذه الموضوعات. إزاي ده بيكون من خلال طبعا حدث كبير هيتم تنظيمه في برشلونة في نوفمبر من العام الحالي. الحدث ده هيكون منقسم إلى عدة محاور، محور رسمي وهو تواجد وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، في حدث للقطاع الخاص لأننا مهتم جدا بفكرة أن يكون للقطاع الخاص دور في حفظ التعاون بين الدول، وفي جانب للمجتمع المدني، والمجتمع المدني هنا مش من منظور سياسي ولكن من منظور المجتمع المدني الذي يعمل في البيئة، الذي يعمل في خلق وظائف وما إلى نعم. بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، كنت معنا من إسبانيا عبر سكايب. بشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله تتعاون كل الدول للتخلص من الأثار السلبية لأزمة كورونا، سواء كانت أثار اقتصادية، أثار نفسية، أثار صحية. كل ما كان له من طبعا أثار سلبية لأزمة كورونا، أتمنى من الله عز وجل أن يساعدنا في التخلص من هذه الأفار وما نفتكرهاش، تبقى ذكرى أليمة مش عايزين نفتكرها أبدا. أعود وألقاكم بمشيئة الله بكرة في منشط جديد مع رانيا هاشم، لكم تحياتي.